وخلال تفقده للجناح الإماراتي بمنتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، تطرق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مشروع إنشاء منطقة صناعية روسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر. من جانبه، اقترح رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التعاون الثلاثي بين روسيا ومصر والإمارات في هذا المشروع. مشروع واعد فيما يخص بمصر إقامة منطقة صناعية هناك، وعارف كذلك عندنا فكرة في إقامة مثل هذه المنطقة في دولة الإمارات. أعتقد بمعاونة أصدقائنا بإمكاننا تحقيق ذلك. ممكن في خطة الرئيس أيضا تكون تعاون ثلاثي إماراتي روسي مصر مشترك. Вообще можно подумать и о трехстороннем сотрудничестве. Наша с вами и египетская. Не забывайте, что мы очень активно инвестируем в Египет. Да, я знаю. Ну, можно с президентом найти поговорить. Мумкин, но напиши хадр молдуум о рейсе Сиси. Хорошая идея. Фекла Джейда. Спасибо.